أما بالنسبة للحدث العالمي اليوم فحنتابع مع حضراتكم بعض الأخبار بخصوص هذا الحدث، وحبدأها من مصراوي حيث نتابع غلق محطة مترو السادات لمدة 9 ساعات. تعرف على خريطة الطرق المغلقة خلال مرور موكب المومياوات. أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية. قالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجاري من الساعة 6:00 مساء إلى الساعة 8:30 مساء، وذلك على النحو التالي: غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، غلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة، غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة وطريق مصر حلوان في اتجاه ميدان أثر النبي، غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي، غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 9:00 مساء. سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية.